عزيزي عزيزاتي وحبيبي حبيباتي، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وهي How to Play. اليوم عندنا أغنية من الأخ سي محمد اللي عايش في مدينة لندن، يعني العاصمة ديال إنجلاند الإنجليز. أخي سي محمد كان طلبني على أغنية من الحال هذه، واليوم بغيت نفذ ليه الطلب دياله. الأغنية ديال الجروب بابيلون اللي هي الزينة، ويالله تزينوا معانا التسويت. فوالا السينا فيها جوج ديال لي سكري، وهاد لي سكري غادي نوريهم لكم التوتسويت. اول سكري هو لو ريف. لو ريف اشنا هو لو ريف؟ لو ريف هو كيكون واحد الميلودي او شي صوت كيدور في المورسو، يعني كتكون شي ميلودي كتلعب او لك يكون شي ميلودي بشي صوت كيتلعب وكيدور في الديسك كامل، وهذاك الريف كيبقى يدور لك في ودنك كامل، وهو باش كنعرفوا هذاك الاغنيه وهي اللي كتبقى في الدماغ ديال الانسان. هذا هو الريف اللي داروه هما، وهو جوج نوطات. اوكي، لو سيكري تاني وهو كيجي في الاخر، في الاخر كيبداو يلعبوا دوك لي زاكور اللي هما تبناو عليه هاد الاغنيه، يعني هادوك كاتر اكور حتى الاخر عاد كيبداو يلعبوهم. هذا هو لو سكري، حيت في الاول ما كيلعبوش ديك لي زاكور، كيلعبوا المورسو كله لاربيتش، يعني غير بهاد الريف وزايدين عليهم كلكو جيتار. وخصكم تعرفوا بأن هذه الأغنية راه ملعوب فيها شي ثلاثة ولا أربعة وقيلة ديال الجيتارات اللي ملعوبين سيباريين في لي بيست. أوكي، دابا غادي نبدأ لكم بالانترو اللي هو فيه الريف، وتقريبا الأغنية كلها ملعوبة هكذا. دونك لي زاكور عندنا سول إدو البي مينور الوغي. ولكن هما ما كيلعبوش فحال هكذا، كيلعبو غير لا بيتش و لي باس. لا باس كتبدا هي الاولى، دو لا باس كتلعب هنا السي، وكتمشي لا باس لغاي هنا كتبدلو باش كتولي ري ماجور. وكيعاودو يرجعو دونك غادي نوريكم بوزيسيو كيفاش كتلعب. هادشي كيبقى تقريبا في الديسك كامل، ولكن ملي كتشوفوا نتوما غادي تلعبوها فحال هكذا.
الداخل ديالها فاش كيمشي ولا الري كتلعب كتسمع الجيتار اخرى كدير الري سيس. دونك انا غادي نسجل لكم هادو غادي نسجلها ونعاود نرجع لكم باش نوريكم كيفاش لاكور الاخرين كيمشيو معاها. اوكي دونك انا سجلتها في البيانو باش تبقى غاده وانا غادي نلعب عليها الفوق منها. الوغ الجيتار الاخرى كيما لاحظتوا معانا كاين الجيتارات كل وحده شنو كتدير كومسا باش كيولي الاغنيه غيش. دونك هنا غادي نسهل عليكم كيفاش تلعبوها بلا ما ديروا تلعبوها سامبل غير بلي زاكور. دونك غادي تلعبوا سول اوتو لاكور غادي يمشي للسول والسي ولا باس غادي تمشي للسي ونمشيو للري وديرو السيس كات. الوغ سمعوا معايا وكتمشي. اوكي هنا كاين واحد سولو دونك سولو اش كيدير فيه سولو يمكن لكم ديروا اي حاجه ماشي ولا بدا تقدروا تلعبوا ماشي ولا بد تقدروا تختاروا اي سولو ديالكم. اوكي هنا غادي نوصل لكم للسكري الثاني اللي هو في الاخير فاش كيبقى يقولوا هي يا زينة باش كيساليو كيرجعوا لي زاكور الاصليين اللي هما سول هي يا زينة دو ما بقى لينا كيمشيو هنا لمي مينور وحتى لاباس كيديروا لمي. دونك افون كالو كي ديرو سول دو سول غي هنا ولاو كي ديرو بلاص كيمشيو للسول كيمشيو للمي مينور هي يا زينة ما بقني انا لا نبغيك يا زينة ما
القضيه سهله. مي بيان سور القضيه سهله، سورتو 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 ملي كتكون كتلعب الغربي ولعبتي العربيه كيجيك القضيه سهله. اربعه ديال لي زاكور ما فيهم والو، وكنتمنى با السي محمد يولي يلعبها بالبيانو ويغنيها. وانت نتوما اذا عندكم شي طلب ما تنساوش تخليو ليا في التعاليق ديالكم، وبيان سور غادي ننفذ لكم طلب ديالكم لو بلو فيت بوسيبل. وما تنساوش ليا واحد سبسكرايب وديروا ليا تعاليق، بيان سور واحد لايك على هاد الغزاله اللي درنا عليها اليوم هاد التوتوريال، ونخليكم ان شاء الله للحلقه الجايه.